صدقني. هنعمل ايه في عالم الوراثة؟ عالم وراثة؟ ايوه عالم الوراثة، ما اتكلمناش بعد ابوك الله يرحمه عشان امك كانت عايشة واحنا كنا صغيرين. دلوقتي المفروض كل واحد يعرف حقه ونصيبه. حاجه مصيبه فيها صدقيه، ما احنا عائلتنا حاجه. انت اللي بتقول كده؟ انت عاوز توصل لايه؟ هات من الاخر يا صدقيه وبلاش رغي على الفاضي. من الاخر هنتمن البيت وكل واحد يعرف نصيبه، واللي عايز يفضل قاعد يشتري من اللي هيمشي. انت صديق ناوي تشتري ولا ناوي تبيع؟ كيف ما انت عاوز يا اخوي، لو عاوز تشتري احنا موافقين، ولو مش عاوز مصيبك يلزمنا. انا امشي يا صديق. انتوا خلاص ما عدتوش عاوزيني وسطيكم. اقسم بالله ما انا يا اخوي، صفية اللي محكمة رأيك. وبيني وبينك بعد العداوة واللي حاصل بينكم ما ينفعش تقعد هنا. بكرة الصبح هجيب واحد يتمن البيت ويقول نصيبك كام، نحضر العقود، تاخد حاجاتك وتتكل على الله.